لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم لقاء رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي نفحات إيمانية. ألتقي وإياكم في هذا البرنامج لنتذاكر أمر الله جل وعلا، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأذكر نفسي وإياكم بالله عز وجل وطاعته والطريق إلى مرضاته والعمل بشريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، علنا أن نكون من الفائزين الرابحين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يجعل صيامنا مقبولا مبرورا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذا اللقاء نود أن نتذاكر قبل استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، هي من أفضل وأجل وأعظم ما يقدمه المؤمن بين يدي رمضان وفي أثنائه، بل إن هذه العبادة لها في مقامات الإيمان ومنازل السائرين إلى الرحمن لها خصوصية، بحيث إنها تكون مع السالك والعابد والمؤمن في جميع حياته، وهي التوبة إلى الله. يحتاجها المبتدئ، ويحتاجها من قطع شوطا عظيما في طاعة الله، ويحتاجها من بلغ إلى الخاتمة، نسأل الله حسنها. التوبة هي الرجوع إلى الله، الإنابة إليه، الإعراض عما سواه. التوبة إلى الله حقيقتها في شروطها، بمعنى أنه يجمعها الندم على ما فات، والإقلاع في الحاضر، والعزم على عدم الرجوع. هذه شروطها وهي حقيقتها. يضاف إليها شرط رابع، إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد من الأموال أو الأعراض أو الدماء أو نحو ذلك. أما إذا كان الأمر فيما بين العبد والمسلم والمسلمة وبين الله، فكما ذكرت الندم على ما فات، والعزم على عدم الرجوع، والإقلاع في الحاضر. هذه الطاعة وهذه القربة لا شك ولا ريب أنها من أجل الطاعات والقربات، ومن أفضل العبادات التي إن وفق الله عز وجل المسلم ليقوم بها وحققها وحقق شروطها، فذاك والله هو المبتغى وهو المؤمل والمرجو. وحاجتنا إلى تكرار هذا الموضوع وإعادته حاجة ملحة. ربما بعض الناس
قد لا يدري ولا يعلم أن هذا الأمر خطأ ومعصية وذنب يحتاج إلى أن يتوب منه. لذلك التوبة تحتاج إلى علم نافع وإلى معرفة وإلى فقه. فكيف يتوب من لا يعرف الذنوب والأخطاء والمعاصي والآثام، بل ربما انقلبت عنده الآثام مباحات، ولا يدري المسكين أنه يعصي رب الأرض والسماوات. وهنا مكمن الخطر. كثير من الذنوب والمعاصي يعرفها الناس ويعرفون أنها تغضب الله وأنها تخالف أمره، لكن الأخطر في ذنوب ربما لا يعرفها بعض الناس فلا يلقون لها بالا. كم من كلام أو أفكار أو كلمات فيها غضب الله وسخطه، والمسلم المسكين لا يدري، يتكلم بهذا الكلام ويلقيه ولا يبالي به. يعني لو جئنا إلى ما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من قوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كما ينبغي أن يكون معلوما إذا جاء قوله إن الرجل، ليس المقصود أن هذا خاص بالرجال، بل هو على سبيل التغليب والعموم، وإلا فالنساء شقائق الرجال. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة، من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. نسأل الله العافية والسلامة. كلمة يتكلم بها فيها رضوان الله، دعا فيها إلى الله، أمر فيها بمعروف أو نهى فيها عن منكر أو ذكر فيها بالله، هذه الكلمة فيها رضوان الله ويرضى الله عنه، مع أنه لم يكن يظن ويعلم ولم يدرك ما تبلغه هذه الكلمة وما تبلغه هذه الكلمة، ولكن يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وكذلك في الكلام المحرم والعبارات المنكرة، يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. سبحان الله. لذلك في هذا المقام يحضرني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم، على ما أظن أنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، أي قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أين هذه الكلمة قصيرة من كلامنا اليوم في بعضنا وقدحنا وطعننا، بل كلام تنهد له الجبال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حاجتنا ملحة أيها الفضلاء إلى التوبة بعد أن نعرف الذنوب والأخطاء والسيئات وما لا يرضي الله، وهذا يحتاج منا إلى علم نافع لنميز به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة،
بين العلم والجهل، هذا يبين حاجتنا الملحة إلى العلم النافع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل نادى المؤمنين جميعا بوصف الإيمان، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في أمورنا، في كلامنا، في أفكارنا، في خصوماتنا وعدواتنا مع الناس، وفيما اتخذناه من قرارات وربما بنيت على الهوى وعلى قيل وقالوا. هذه باختصار كلمة موجزة بين يدي هذا اللقاء، ويمكن الآن للإخوة أن يتصلوا وأن يسألوا ما بدا لهم وأن يستفتوا، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأرقام الهواتف تظهر لكم الآن على الشاشة، فيمكنكم التواصل معي والتداخل بأسئلتكم النافعة والمفيدة والهادفة. ولا يخفى عليكم أن من طرائق العلم التي تعلم بها أسلافنا وعلماؤنا السؤال والجواب. سئل ابن عباس بمن نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. ابن عباس رضي الله عنهما يعني ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، فقيه من الفقهاء، دعا له النبي صلى الله عليه فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان فقيها. يقول لما سئل بمن نلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. طيب معنا اتصال لأخت هناء، تفضلي أخت هناء. أيوة تفضلي أخت هناء، تفضلي. يمكن انقطع الاتصال. طيب إذن السؤال والجواب طريقة من طرق نيل العلم. ولاحظوا ما قاله ابن عباس لما قيل له بما نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، يعني لسان يسأل وقلب يعقل، فصار عالما من العلماء. وكذلك ينبغي أن يكون المسلمون. طيب مع الأخت مبروكة، تفضلي أخت مبروكة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضلي. قلت لك يا شيخ الجمعية. نعم الجمعية. الجمعية التي يقوم بها الموظفون. أيوة حلال والله حلال. طيب عندك سؤال آخر؟ سؤال الآخر، قلت لك أمي تأخذ من أخويا بدون إذنه، صار في حوشك، هذا جوز ولا لا؟ تأخذ من ماله بدون علمه؟ إيه بدون صار في الحوش، يعني مش حاجة شخصية ولا هيك، مصروف البيت. أيوة. طيب لو طلبت منه لا يعطيها؟ يعطي لكن مضاعفك تأخذ من غير ما تقوله. طيب طيب تسمعين الجواب. طيب معنا عبد المنعم، تفضل يا عبد المنعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ وجزاكم الله كل خير عليكم إن شاء الله. آمين وياك، الله يبارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. أنا شيخ كنت نخدم في اللجنة الأمنية، في بداية الأحداث صارت موضوع اللجنة الأمنية وأنا سجلت في الموضوع هذا.
ارفع صوتك شوي. تشتغل في اللجنه الامنيه؟ نعم. اي بدايه الاحداث صار موضوع اللجنه الامنيه وانا سجلت في موضوع اللجنه الامنيه هذا. ايوه. ايه فاني اخدمت ممكن مده اسبوعين او ثلاثه. انت اشتغلت في هذا المكان معهم؟ ايه اسبوعين وثلاثه يعني. فقط اسبوعين او ثلاث فقط؟ ايه نعم فقط. وبعدين نزلوا لك ما شاء الله دفعه متكامله وانت لم تعمل صح؟ أنا نزلت 3500 وأنا طبعا وقفت العقد بعد. وقفت قبل الإنزال 3000 ولا بعد؟ لا قبلهم. وكيف طيب نزلوا لك هذا المبلغ؟ ما هي كان تلخبيط، أنا بعد ما نزلوا لي المعاش 3500 مشيت تراجعت الموضوع قالوا يبي شوية وقت باش يفكروا كذا إجراءات زي توا. تسأل عن هذا المبلغ ماذا تصنع به؟ أيوة ماذا نصنع بالمبلغ هذا يا أستاذ؟ طبعا عندك سؤال آخر؟ عندي سؤال ثاني إن شاء الله. نعم. عندي كذلك فلوس الثوار ينزلوهم قبل أنت على 2400 المتجوز والعازب. نعم. أنا كنت طبعا مشارك في الثورة وكذا وشيء، لكن بعد أنا ناخذ المعاش في أبسط الوقت، كنت ناخذ المعاش. يعني الشرط غير متوفر فيك. إيه بعد ما أفتي الشيخ الصادق إن اللي ياخذ المعاش ما يجوز إلاش ياخذ المنحة هذه. طيب ماذا فعلت في هذا المبلغ؟ أنا أخذت فيه سلاح شخصي وقاعد مستعمل فيه فمش عارف شنو. طيب تسمع الجواب يا عبد المنعم، بارك الله فيك. معنا الأخت إيمان، تفضلي أخت إيمان. انقطع الاتصال، الله المستعان. طيب الأخت مبروكة تسأل عن الجمعية، هل هي حلال أو حرام؟ الجمعية يشترك مجموعة من الناس، كل شهر يدفعون مبلغا يأخذه شخص في كل شهر. طبعا بعض أهل العلم يعني منع الجمعية من جهة أنها قرض جرى نفعا، ولكن هذا غير صحيح، لأن ليس فيه يعني إقراض بنفع بحيث أن يأخذ زيادة، لكن هم يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال يستفيد منه هذا في هذا الشهر والآخر الذي يليه، فليس فيها ما يمنع، ليس فيها ما يمنع، وهي حلال وهو مذهب جماهير أهل العلم المعاصرين. طيب معنا اتصال الأخ عمر، تفضل أخ عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج الهادف هذا، وأنا يعني مشد عليكم ويزيد يعني في بعض ورقة عليك في اليومين الماضيين. يعني إحنا الناس كيف نقولوا المتعلمين، مش انت هذا البرنامج للناس الكل، في ناس تسال على مذهب الشيخ مش عارف فلان والشيخ فلان وانت من تتبع واخوان وكذا، احنا نبغوا بارك الله فيك وهذا من يعني ان شاء الله في ميزان حسناتك، نبغوا نستفيد في الامور، خلينا احنا في الامور البسيطه نستفاد في الفتاوى البسيطه كذا، وهم اللي يبحثوا عن الاشياء هذه، يبحثوا عن من مذهب الاخوان، مذهب الشيخ الكرمي، مذهب يبحثوا في مجال ثاني، ما يبحثوش على الهواء صراحه يعني يا شيخ، وبارك الله فيك وان شاء الله في ميزان حسناتك. واستمر على حييك انا واستمر على البرنامج فيك. هذا يعني بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك يا اخ عمر، شكرا لك، الله يحفظك. طيب معنا الاخ محمد، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ شن حالك ان شاء الله؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك على المعلومات القيمه اللي اعطينا فيها يا شيخ. الله يحفظك، تفضل. بالله يا شيخ بنسالك على قراءه الفاتحه للمأموم مع الامام. قراءة الفاتحة للمأموم، نعم، مع الإمام، هل هي واجب أو سنة مؤكدة أو يعني كان اكتفيت بسمع الإمام بس يعني للمأموم إن شاء الله صلاتي صح؟ عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك، الله يفتح عليك يا شيخ. وفيك، الله يحفظك، الله يسلمك. طيب معنا الأخ مصطفى، تفضل يا أخ مصطفى. مساء الخير، كل سنة طيبين. الله يبارك فيك أخ مصطفى، لكن نحن نريدك أن تبدأ بالسلام، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. الله يحفظك ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ مصطفى. والله دعنا الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شر. آمين آمين، بارك الله فيك. والحاقدين والحاسدين والمنافقين. يا رب العالمين إنك تستمع ومجيب يا شيخ. نعم. لما نقرأ القرآن أو خصف الصلاة يسد لعاب كثير. عندك اللعاب يصير لي لعاب كثير في اثناء خاصه اثناء الصلاه.
يعني يسيل بشكل يعني مكثف زيادة والله يا شيخ بسبب كبر السن أستاذ مصطفى؟ والله استمر يجي في 80 تو إن شاء الله. إيه ما شاء الله، إيه الله يبارك الله يبارك. إيه. طيب أنت تسأل هل يؤثر على الصلاة أم لا؟ أثناء الصلاة. إيه. القرآن في الصلاة. يسيل اللعاب كثير. إيه هل يؤثر على الصلاة أم لا؟ لا هل اللعاب هذا كيف نجيله أثناء الصلاة نبلعه كيف؟ أي يعني ماذا تفعل معه؟ أها. طيب طيب إن شاء الله تسمع الجواب. تسمع الجواب إن شاء الله أستاذ مصطفى. معنا رهف. تفضلي يا رهف. ألو. نعم تفضلي يا رهف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا فضيلة الشيخ نبي نسألك. نعم. نبي نسألك على العطر هل يؤثر على الصيام؟ العطور والمكياج. طيب عندك سؤال آخر؟ ونسألك على القراءة في المصحف. إيه. بدون حجاب هل عادي ولا؟ يعني هل يشترط الحجاب أم لا؟ نبي القراءة في المصحف بدون حجاب عادي ولا لا؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا يا الله يبارك فيك. لعلي أجيب على هذه الأسئلة ثم يعني أستقبل غيرها. الأخت مبروكة تقول أمها تأخذ من مال ابنها من غير علمه، وأنا سألتها هل إذا طلبت منه أعطاها؟ قالت نعم. إذن ليس هناك داعي لهذا، لكن لو فعلت الأم وأخذت شيئا يسيرا بالمعروف من جيب ابنها فلا حرج عليها، لا حرج إن شاء الله. لكن ما دام الابن إذا سألته أمه أعطاها، إذن تسأله ويعطيها وهو مسرور وهو يعني فرح ويدعو الله أن يتقبل منه هذا. لكن نقول هذا هو الأفضل، لكن بالنسبة للوالد والوالدة إذا أخذ شيئا من مال ابنهما بالمعروف، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قال للولد أنت ومالك لأبيك، لكن بالمعروف ليس بما فيه إجحاف وإضرار بمال الابن. نعم. الأخ عبد المنعم يقول كان في لجنة أمنية وانضم إليها ابتداء، ثم يعني حصلت أمور نعرفها، هو ترك اللجنة الأمنية ولكن نزلت في أو نزل في حسابه مبلغ من المال 3500. أولا المسلم إذا لم يعمل عملا معينا في وظيفة ما ثم نزل له مال ليس له حق فيه، المال مقابل العمل، الأجرة مقابل ما يقوم به العامل في وظيفته، فإذا لم يعمل ليس له حق في هذا المال. فنقول هذا المال حاول أن ترجعه إلى خزينة الدولة في حساب المصرف المركزي إذا كان هناك حساب بحسب علمي أنه موجود، وإلا إذا لم تجد تصدق بهذا المال بنية التخلص ولا تنتفع به. وكذلك بالنسبة للأموال القديمة التي رصدت للثوار وجعل لها يعني شروط محددة، وكأنه علم أن أحد الشرطين لا ينطبق عليه، كان الشرط الأول أن يكون ممن شارك فعليا في الثورة، الشرط الثاني ألا يتقاضى راتبا وليست له وظيفة. هو يقول أنا كنت يعني أتقاضى راتبا وعندي وظيفة فليس له حق في هذا. إذا تمكنت من إرجاع هذا المال إلى خزينة الدولة فلا شك أن هذا أرضى لله، وإذا فات الأمر و يعني انتهى
فلا تطالب بما يشق عليك، الأمر فيه سعة الآن والله أعلم. الأخ عمر يعني بارك الله فيه كأنه لاحظ في الحلقة الأولى أسئلة بعض الإخوة عن بعض الأشياء التي يعني تقدمت والتي فيها ما فيها، ويمكن كما ذكرت أن يكون هناك وقت مخصص للحديث عنها بتوسع ووضوح، لكن نحن الآن في بداية رمضان ونريد أن نتفقه في ديننا، والناس عندهم أسئلة يحتاجونها. وأنا أعرف أن الإخوة الذين سألوا لم يسألوا من باب أنهم جهلوا ليعلموا، لا، هم على علم معين وعلى توجه خاص، لكنهم قالوا نريد أن نعرف رأيك أنت. إذن هذا قد لا يهم، الذي يهم هو العلم حين نحتاجه. الإنسان إذا احتاج إلى العلم واحتاج إلى الفهم سأل عما أشكل عليه. أو ربما من باب الفائدة، بعض الناس لا يسأل عن مسألة يجهلها، بل عنده علم لكنه يريد أن يفيد غيره، يريد أن يفيد الآخرين، فيسأل عن مسألة يعلم أن كثير من الناس ليس عندهم علم بهذه المسألة فيسأل للإفادة، فهذا مشكور وعمله مبرور. لكن من سأل لأمر آخر فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الأخ محمد يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام. هذه المسألة يا أخ محمد فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. أولا، في الصلاة السرية لا إشكال أنك تقرأ، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا تقرأ مطلقا حتى في السرية، يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن الصواب أنك تقرأ في السرية. والجهرية الخلاف فيها يعني شديد، فبعض أهل العلم يرى الإنصات وعدم القراءة، وهذا مذهب جمهور السلف والخلف. الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف إمامه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القراءة خلف الإمام، إلى وجوب القراءة خلف الإمام. والصواب العلم عند الله في نظري أنه يجب على المكلف والمسلم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه حتى في الجهرية. والسبب في هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو في الصحيح، صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه، ثم بعد الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، سمع بعض الصحابة يقرأ خلفه، قالوا نعم هذا يا رسول الله، يعني نقرأ قراءة سريعة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حقيقة هذا الحديث لم أجد له جوابا بحيث أقول إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، الحديث واضح، منعهم من القراءة خلف الإمام لا تفعلوا إلا بأم القرآن وهي الفاتحة، ثم قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالصواب والعلم عند الله في نظري وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، وإن كان كما ذكرت للعلماء أقوال أخرى واجتهادات، ويرون أن من صلى خلف إمام وكان إمامه يقرأ الفاتحة ويسمعه في الجهرية فإنه يكتفي بقراءة الإمام، يكتفي بقراءة الإمام. طيب، الإخوة يريدون فاصل قصير ثم أتابع معكم هذا اللقاء، فلا تذهبوا بعيدا. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله.
الحق زدانا وبه إلا رسول الله وبانا برسول إلا رسول الله 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 يا رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأخ مصطفى بارك الله في عمره وفي عمر والدينا وكبار السن منا فهم بركتنا، يقول يعاني من كثرة سيلان اللعاب، ماذا يصنع معه؟ نقول ليس هناك ما يمنع يا أستاذ مصطفى، خذ منديل كينكس خليه في جيبك، وكل ما ينزل شيء الحمد لله خذه في المنديل ولا يضر، والأمر يسير ولله الفضل والمنة. طيب، معنا الأخ القاسم، فضل أخ القاسم من الزاوية. انقطع الاتصال، الله المستعان. طيب، الأخت رهف تقول بالنسبة للعطور في حال الصيام، العطور في حال الصيام بعض أهل العلم كما ذكرت بالأمس يكرهها، والصواب أنه لا كراهة فيها، يجوز للمسلم أن يتعطر وأن يتطيب في حال الصيام، لكن يجتنب البخور. البخور إذا دخان له جرم يدخل الجوف يجتنبه، يعني إذا كان قريبا منه. أما باقي العطور فلا حرج. وبالمناسبة، بما أن الأخت رهف سألت، فإني أريد أن أذكر الأخوات بعدم التعطر إذا خرجنا من بيوتهن، هذا أمر خطير جدا جدا وهو منتشر، يعني كثير من البنات والأخوات وربما الأمهات إذا خرجنا من بيوتهن تعطرنا، فإذا مررنا بالرجال يشم الرجال عطرهن، لا شك أن هذا حرام وهو من الأمور العظيمة، بل هو من الكبائر. العطر في حال الخروج ووصول رائحة العطر للرجال من كبائر الذنوب، فالله الله يا أخواتنا ويا بناتنا، اتقين الله في ترك التعطر في حال الخروج والقرب من الرجال. نعم. طيب، أبو محمد من طرابلس، فضل يا أبا محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك وأنت كذلك. سؤالي عن صلاة من هو في حالة غضب شديد. عن طلاق من هو في حالة غضب شديد. عفوا الصوت ضعيف. طلاق؟ نعم طلاق. أيوة. إيه، عن طلاق الرجل في حالة غضب شديد. من يتلفظ بلفظ الطلاق فهو في حالة غضب شديد من زوجته. هذا سؤال عام علمي، ليس يعني خاصا بك. والله وقع لك؟ وقع. نعم. لا، إذا وقع خذ رقم الهاتف من الإخوة في جهاز التحكم واتصل علي، لكن أنا أجيب بجواب عام ليس خاصا بك يا أبا محمد، لأن كل مسألة لها تفصيلها. بارك الله فيك. طيب، مع الأخ جمال، تفضل يا أخ جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله يبارك فيك يا شيخنا. وياك، الله يبارك فيك يا جماعة. في حكم المرأة الصائم هي حامل والمرضع، هنا في اختلاف علماء بعض العلماء، هذا يقول لا يكفي ولا مثل، أنت تعرفها يا شيخ معروفة. شوية يا جمال، حكم الحامل والمرضع يعني هل تفطر أو لا؟ والله إذا أفطرت ماذا عليها؟ ايوه، لان في اختلاف بعض العلماء، مش واحد اسمه يقول يقضي، في يقول انت عندك عرفه يا شيخ معروفه. طيب، عندك سؤال اخر؟ والحكم الحازم المحزوم، انا طول قال افطر الحازم المحزوم، لان فيها اختلاف حتى يا شيخ. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، اذا الاخت رهف ويعني ذكرتنا بالعطر وذكرنا أخواتنا. طيب، قبل أن أجيب
الاخ معتز من بغازي. تفضل يا اخي معتز. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. نحيي نهني الشعب الليبي كلها بمناسبه شهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك يا رب. المسلمين جميعا ان شاء الله. بالله يا شيخ انا اسالوك بالسائل في بغازي. انا اللي سائل في بغازي هذا قتل الجيش هذا هل هو حلال ولا حرام في شهر رمضان المبارك سفك الدماء الليبيين؟ هو طيب طيب الله المستعان يا اخ معتز. الان يعني طيب عندك سؤال اخر؟ طيب اخر مكالمه لاخت طيبه من غريان. طيبه تفضلي. معلش لو سمحت يا شيخ نبي رقم الهاتف عندي مجموعه اسئله. لها رقم هاتفكم الخاص لو سمحت يعني. طيب الاخوه في جهاز التحكم يعطونك رقم الهاتف. طيب الاخت رهف سالت عن قراءه القران من المصحف هل يشترط لها الحجاب بالنسبه للمراه؟ لا ليس شرطا لبس الحجاب. يمكن ان تقرا المراه والفتاه في لباس البيت والامر واسع وليس الحجاب شرطا. طيب أبو محمد يسأل عن طلاق الرجل في حال الغضب. من حيث العموم المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور يوقعون الطلاق إلا إذا كان في حالة من الغضب لا يدرك معها شيئا كالمجنون والسكران، وهي أعلى مراتب الغضب. هذا الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الحالة الوسط في الغضب، وهي الحالة التي فيها يكون الغضب شديدا مستحكما يعني مسيطرا على الإنسان، يمنعه من اتخاذ القرار، يمنعه من إرادته واختياره ومشيئته، فيتلفظ بالطلاق من غير أن يكون قاصدا له. بعض أهل العلم يرى أن هذه الحالة يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والحديث عند أبي داود وغيره. وكما ذكرت لأبي محمد المسألة لا يعني مسائل الطلاق لا يصلح فيها الجواب العام على الهواء، فيحتاج الإنسان إلى أن يجلس مع صاحب الشأن. نعم. الأخ جمال يسأل عن الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ كذلك هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. الجمهور من المتأخرين ومن الأئمة الأربعة يوجبون القضاء، وبعضهم يوجب القضاء والإطعام. والذي أفتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة الإطعام فقط. كان ابن عمر وكان ابن عباس يفتيان الحامل والمرضع إذا أفطرتا بالإطعام دون القضاء. وذكر بعض الأئمة أنه لا يعرف لهما مخالف، وهذا عند بعض الفقهاء إذا ثبت القول عن صحابي أو أكثر ولم يعرف له مخالف يقول فكان إجماعا. فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. معنا اتصال لأخ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عبد الرحمن. أنا نهنيك في رمضان. الله يبارك فيك. نبي نهنيك في رمضان. بارك الله فيك وفي والديك. ربي يحفظك. آمين. وإياك الله يسلمك. بارك الله فيك. الله المستعان. طيب أيضا الأخ جمال يسأل عن الحجامة للصائم، أيضا فيها خلاف، والصواب أن الحجامة مما نسخ
منعه عن الصائم. يعني سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فالإنسان إذا كان يخشى أنه إن احتجم أفطر فلا يحتجم، وإن علم من نفسه أن الحجامة لا تؤثر فيه فلا حرج عليه أن يحتجم في حال الصيام، وقد احتجم النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو صائم. نعم، معنا اتصال لأخ فتحي. تفضل أخ فتحي. فتحي، عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا شخبارك طيب؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. السؤال سريع شيخنا، الله يفتح عليك. أنا بدي نسأل على جواز أو منح التسمية في قبل الوضوء في الحمام أكرمكم الله. تسمية، نعم، هل يجوز أو لا؟ طيب، عندك سؤال آخر؟ سامحك، أنا أحتاج رقم تليفونك شيخ، بس الله يسعدك، عندي مسألة ثانية. طيب، إذن ابقى على الخط والإخوة في جهاز التحكم يعطونك الرقم إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا الأخ فرج من البيضة، تفضل أخ فرج. مرحبا أستاذ. السلام عليكم. أمور طيبة. الله يبارك فيك. أمور هانية. الله يحفظك، تفضل. قلت لك أنا مشيت البحر. إيه نعم. وعمت. طيب. وشربت مية بحر، هذا يفطر ولا لا؟ طيب، عندك سؤال آخر؟ لا، تسلم. الله يسلمك، الله يحفظك. طيب، الأخ معتز يتكلم عن سفك الدماء في بنغازي، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن يعني نرجو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تكون هذه الأمور قد انتهت وأن تنتهي، وأن يحصل الخير والصلح والتسامح وجمع الكلمة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الأخ فتحي يقول ما حكم التسمية في الحمام؟ أولا، نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان الحديث فيه كلام، بعض أهل العلم يقول مع التذكر، لكن إذا كان الإنسان في الحمام، يعني أكرمكم الله في المغسلة عند الوضوء، فلا حرج عليه أن يقول بسم الله حتى وإن كان في الحمام. كراهية الذكر يكون على وضع قضاء الحاجة. نعم، مع الأخ محمد من طرابلس. تفضل أخ محمود. أخ محمود، السلام عليكم. خير يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك. بالله، في مسألة طلبني به رقم الرقم الخاص. أيوة، رقم الخاص. على المهم نبي نكلمك في موضوع ما يجيش على. طيب، تفضل، خذ الرقم من الأخوة في جهاز التحكم، بارك الله فيك. طيب، هو ده اتصل الأخ يريد الرقم الخاص، أعطوهم الأول قبل أن يدخل. الأخ محمود، تفضل أخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، بالله نبي نسألك، أنا عندي عقار شريه ونأجر فيه، فهمت؟ فنبي كيف طريقة الزكاة نبي نزكي يعني. يعني عندك عقار اشتريته والآن تؤجره. إيه. كيف تزكيه؟ إيه نعم. عندك سؤال آخر؟ لا، هو هذا. الله يبارك فيك، الله يحفظك. طيب، إذا موضوع التسمية كما ذكرت الأمر واسع، الإنسان يسمي ولو سرا في نفسه، وإذا تلفظ بها فلا يضره حتى وإن كان في الحمام. الأخ فرج يقول ذهبت البحر للسباحة وشربت، فأقول على كل احتاط بقضاء هذا اليوم، بعد رمضان إن شاء الله تحتاط وتقضي هذا اليوم. نعم، الأخ محمود يقول عنده عقار يؤجره، كيف يزكيه؟ أولا، العقار نفسه ليس فيه إيجار، ليس فيه زكاة، عفوا، ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة
في الريع والأجرة التي تدخل من ثمن الإجارة. ثم الإجارة إذا كان يبلغ النصاب، إذا قبضته وحال عليه الحول تزكيه، يعني لا تزكيه من أول قبض، بل لابد أن يبلغ النصاب وهو قيمة 85 جرام، ثم يحول عليه الحول في ادخارك وفي حفظك، فهنا يجب عليك أن تزكيه. طيب، معنا اتصال لأخت فاطمة، تفضلي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك. الله كل عام وانت بخير وبارك الله فيك شيخ، مزاحة معك. آمين جميعا. يا شيخ، بنصك علي بدري لما حكيت علي على كلمة لو مزجر بماء البحر، فبنسأل في مرات تكون القصد منها مش المعايبة، يعني القصد منها وصف، انك توصف انسان الانسان مثلا، فهل هي نفس الشيء حتى هي يؤخذ عليه الانسان او لا؟ طيب، عندك سؤال اخر؟ لا اتمنى، معلش سامحني، ناخذ رقمك والله حسنا. طيب، الاخوة يعطونك الرقم ان شاء الله، لعل نجد انفسنا من الطريق، وضع الرقم الخاص على الشاشة، لكن الله المستعان. طيب، اذا بالنسبة لي الاخ محمود عرف كيف يزكي أجرة عقاره، الزكاة في الأجرة ليست في العقار. إذا قبضته وكان يبلغ النصاب قيمة 85 جرام ثم حال عليه الحول. طيب، الأخت فاطمة استشكلت إشكالا يعني علميا في قضية الغيبة. في صحيح مسلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: إن كان فيه معقول، يعني ما ذكرته موجود فيه عيب موجود. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب، الآن العلماء استثنوا التعريف مثل ما سألت الأخت فاطمة. إذا كان للتعريف فلان عرف بالأعرج أو الأعور أو الأعمش، إذا عرف وكان القصد التعريف فالأمر واسع، وهو من استثناءات الغيبة. معنا أم محمد، فضلي أم محمد. ألو، أم أحمد، عفوا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك لك شهر إن شاء الله. الله يبارك فيكم. والله حبيت نسألك محمد رسول الله بخصوص الزكاة. بهي نعم، أنا كل شهر رمضان طلع في زكاة. نعم، الشهر هذا أعطيت منها مبلغ مالي لأختي، ما أعرفش هل تجوز صح ولا ما تصحش. أعطيت لأختك الزكاة يعني؟ أعطيت منها جزء من الزكاة، أعطيتها لأختي. ايه؟ متجوزة هي، ظروف المادية تعبانة شوية. هل بنية الزكاة؟ بنية الزكاة. طيب، كان الأصل أن تعطي هذا المال لزوجها لأنه هو الذي ينفق عليها وعلى أولاده، أو أعطيتيها لتعطيه؟ نعم يا شيخ، فهمت منك. كان الأصل أن هذه الزكاة تعطيها لزوجها لأنه هو الذي ينفق عليها وعلى بيته. لا أعطي لسيرتها هي، يعني مش لا هي تحديدا. أنا يعني هي تعطي لزوجها وهم محتاجون، يعني فقراء. هم محتاجون. أيوة، الحمد لله، ما عليك إلا الخير. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. آمين، بارك الله فيك، الله يسر أمرك. معنا أبو حوراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بالله سؤال على رحمة والديك، الله يبارك فيك. تفضل. أنا نقوم بأعمال حرة، بأعمال خاصة، فجاني أحد الأشخاص اللي هو وكيل عن بعض القصر اليتامى. نعم. فطبعا بالنسبة للعمل اللي حنقوم به يعني حيرجع بالنفع الكبير على الأيتام، على القصر هؤلاء. يعني حيرجع بإيش؟ حيرجع بالنفع الكبير على الأيتام القصر، يعني حنقدم لهم خدمة يعني. نعم. فالآية بالنسبة في سورة النساء، يعني نخاف إن احنا نأكل، نخاف إني نأكل مال هؤلاء الأيتام يعني، فكيف يتم تقدير الأتعاب وكيف يتم تقدير الحقوق متاعي يعني؟ أنتم تستثمرون أموال القصر واليتامى؟
لا أنا نبي نقدم لهم خدمة، الخدمة هذيك حتعود عليهم بالمنفعة المحضة. بايو إيش الفائدة التي تجنيها أنت؟ أنا هي هذه خاف يعني هل نستعفف يعني ما ناخدش منهم أو ناخد يعني في حدود معقولة يعني أو كيف يعني؟ طيب ممكن توضح لي نوع العمل؟ آه العمل عندهم عقار، عندهم عقار خلاها المورث نتاعهم، وطبعا العقار هذا يحتاج إلى واحد إنه يسعى في الجهات العامة والخاصة باش يجيبه لهم ويرده لهم يعني يرد لهم رزق نتاعهم يعني. جميل. إيه هل نستعفف يعني باعتباري حالتي كويسة ولا نقدر القيمة نتاعي كيف يعني؟ لا لو قدرت أتعابك ما يضر، إذا أنت الآن قمت بعمل وجهد. نعم. ورجعت لهم حقهم. نعم. وجزاك الله خيرا وأخذت أتعابك بالمعروف فلا. نعم. يضرك إن شاء الله. ما هو شيخ الآية تقول يعني ومن كان غنيا فليستعفف، الآية في سورة النساء. إيه ما اختلفنا، هو على كل أنت الآن وصي على هؤلاء أو وكيل عليهم؟ لا أنا مش وصي، أنا وكيل الوصي متاعهم. الوصي بياخد أجرة؟ والله الوصي هذاك علاقتي بها يعني يعني بالنسبة لعلاقته مع القصر ما عنديش بها علاقة، أنا علاقتي مع الوصي. هو يعني هو شوف يا باحو من حيث الإحسان والأفضل والأكمل ما أحد يعني يختلف معك أن الأفضل أن تستعفف وأجرك على الله، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليك، لو أخذت أجرتك بالمعروف فليس عليك شيء. بارك الله فيك، بارك الله فيك وإياك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. إذن لازلنا نتذاكر أمر الله عز وجل ونتواصى بالحق، حاجتنا ملحة إلى العلم النافع. الإنسان لا يتمكن من التخلص من العيوب والآفات والذنوب إلا إذا علم أنها آفات. فلو كان الإنسان يعمل عملا وهو يعتقد صوابه وصحته كيف يتركه؟ لا يمكن. ولذلك العلماء لما قالوا يعني البدعة أحب إلى إبليس من المعصية أرادوا هذا الجانب، أن المعصية العاصي يعلم أنه عاصي، أما البدعة فإنه يتقرب إلى الله بها ولا يدري أنها تخالف أمر الله، فلذلك هو يحتاط ويتمسك بها ويتشبث بها ولا يدعها. فالحاجة ملحة إلى العلم النافع، معرفة الأخطاء، التمييز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلمة، بين العلم والجهل، أصل مهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يصلح أحوالنا وأن يبارك لنا في هذه الأيام. غدا بحول الله وقوته في 7 مساء يتجدد بكم هذا اللقاء، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، كل أوامره